بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن في ورقة عمل 6، ودي خاصة بالدرس اللي اسمه السلوك أو البيهيفير. نفتح ورقة العمل، بيقول افتح ورقة عمل 6 طبعا عشان نفتح السايت اوبن سايت، واختار اسم السايت بتاعي. انا حاطه موجود قدامي هنا، فتحته. اوكي، فتحنا اللي السايت. ادا السايت مكون من مجموعة من الصفحات، صفحة اسمها كذا وصفحة اسمها كذا، وفي عندي مجلد واحد اسمه ايميجز، وفي مجموعة صفحات موجودة توب وسوشيال ومين واندكس. دي مجموعة ايه؟ مجموعة صفحات، وهنشوف ايه المطلوب. بيقول لي افتح الصفحة اسمها سوشيال اتش تي ام ال، ادي سوشيال اتش تي ام ال، دبل كليك عليها افتحها. فتحت الصفحة. الصفحة عندي مقسمة الى جزئين، فيها جزء في صفحة يمين، صورة يمين وصورة شمال، ومجموعة كلام تحت موجود تحت كده، وده صورتين موجودين تحت خلصناها. طيب، واللي أضف سلوك للصورة جهة اليمين بحيث يفتح موقع لوزارة التربية. أدى صورة الجهة اليمين أهي، ضغطنا عليها ضغطة واحدة. طبعا السلوك بجيبه من القايمة الإيه، بيظهر لازم يظهر البيهيفير من القايمة من البانلز. أدى البيهيفير باين قدامي هنا، بقول الجزء اليمين ده بقول أضف لها سلوك اون كليك يروح للايه اكشن جو تو يو ار ال. اختار من هنا انسيرت، ادا جو تو يو ار ال، واكتب اسم الايه عنوان الايه عنوان وزارة التربية www.moe.education.a.kw، واوتوماتيك اكتبه هنا، وبعدين اقول له ايه، واقول له اوكي بالشكل اللي انت شايفه دي هنا اهو، خلاص اهو مكتوب هنا بالمنظر ده، واقول له اوكي. خلاص كده الايه عملنا الايه السؤال الاولاني اللي هو ايه، اضف السلوك للايه للصفحة بتاعتنا للصورة بتاعتنا. تمام. طيب هنا طبعا هو بيقول لي هنا اون كليك، انا ممكن اغير لو حبيت اغيرها اغيرها من هنا، بس هو في الكتاب عندي قال لي اون كليك، ممكن اقول له اون دبل كليك، اون ماوس اوفر، اون اون لود، اون لود، اون كده، يعني على حسب ما هو بيقول لي. هنا قال لي اون كليك، خلاص انا ممكن ايه ضفتها ايه اون كليك. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع، بيقول لي عدل حدث السلوك للصورة جهة اليسار من اونلود الى اون ماوس اوفر. الاول اختار الصورة، الصورة دي لها ايه، لها 2 اكشن موجودين هما ايفنت اونلود وايفنت تاني اون ماوس اوفر. بيقول لي ايه اختار من اونلود، غير من اونلود الى اون ماوس اوفر. ادا اونلود اللي هي الست تكست ده خلاها اون ماوس اوفر، اختار اون ماوس اوفر هنا اهي، بقى في عندي 2 اون ماوس اوفر، في عندي 2 اون ماوس اوفر. بعد كده بقول لي عدل النص الصف العاشر من في سيت تكست، سيت تكست اوف ستيتس بار، ادي سيت تكست اوف ستيتس بار، افتحها اعدل النص اللي فيها. مكتوب هنا ورقة عمل 3، بقول لي اكتبها ايه، اكتبها الصف العاشر، اكتب الصف العاشر هنا، الصف العاشر، الصف العاشر، عدلتها. قلت له اوكي، هو بس قال لي كمان في تتعدل، بدل ما تبقى اون ماوس اوفر تبقى الايه، تبقى اون لود. اختار اون لود هنا اهي، يبقى في عندي اون لود فيها الايه، في التكست اللي احنا قلناه اللي هو الايه الصف 10. يبقى انا كده خلصت الايه، خلصت السؤال الخامس. تمام. السؤال السادس بيقول افتح الصفحه جنرال، انا احفظ الصفحه دي، احفظها، افتح صفحه تانية، اروح للسايد فيو الصفحة التانية اللي هو بيقول عليها اسمها ايه، اسمها جنرال اتش تي ام ال. فين جنرال؟ ادا جنرال اتش تي ام ال. جنرال فيها ايه، فيها صورة على اليمين اهيت، بيقول لي ايه احذف كل السلوك المخصص للصورة جهة اليمين. ادا صورة جهة اليمين موجودة، في عندي لها كم ايفنت، كم بيهيفير، كم سلوك عندي، في 2 اون كليك وان ايه اون ماوس اوفر. بيقول لي احذفهم الاثنين، هوقف على واحد واحد فيهم واحذفه، كليك يمين واقول له ايه هنا ديليت الاولاني، وبرضه نفس الكلام ديليت، بقف على الاكشن واحذف الايه، واحذفها. طيب احذف كل السلوك، ده السؤال رقم 7. السؤال رقم 8، احفظ التغييرات، حفظناها من هنا. وبعد كده ايه، اعرض الصفحة، عين الصفحة في المستعرض، افتح الصفحة نستعرضها. ادي فعلا الصفحة فتحناها في المستعرض، مفيش اي بيهيفير. بعد كده احفظ التغييرات، حفظناها، سكر، سكرناها. وبعد كده بيقول لي اغلق الصفحة ثم اغلق الموقع، اغلق الموقع من سايت كلوز، اغلقت الموقع
اخر حاجة، ثم اغلق البرنامج، اغلق البرنامج من هنا. يبقى احنا كده خلصنا خلصنا ورقة عمل 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.